المحفظة ديالو خرج لبرا ما شفنا مزال. واش كتب في بلاصة معاه؟ ما شكينا في حتى واحد معاه. فاش غتشك؟ هاد الجيران من الفاميلا أو العائلة هي اللي كاينة هنا. تقريبا انت شحال عمرك؟ نعم؟ العمر ديال الدري؟ 4 سنين. 4 سنين كان عند الدري، هلا كيقرا في الروض. شي راه تهلا. مشي للسلطة عملناهم ورجعنا وكنقلبوا عاتاني حنا والسلطة. الله يجازيهم بخير. الحالة النفسية ديال العائلة دي يعني الأم والأم شخصيا كيدير حالة واش أنت كتشوف كيفاش غتولي الحالة ديالك مشارك ولد كيفاش غتولي الحالة ديالك؟ لا إله إلا الله. حنا تفاجئنا اليوم بعد اختفاء ديال الدري الصغير السن ديالو 4 سنوات تم اختفاء في دوار أيت حمو عمالة إقليم شتوكا أيت بها، وكنشكر السلطة المحلية اللي حاضرة معنا في الليلة هذا، كنشكروا الدرك الملكي، كنشكروا القوى المساعده، كنشكروا جميع السلطات المحليه لهذا الشيء. ما عمرنا ما شفناه في هذا الشيء، اول مره في هذا الدوار هذا كيوقع. اليوم كاع الناس تم الاختفاء ديال الدري هذا عمره 4 سنوات. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.